صدر هذه الحلقة المال والبنون. بداية، هل لتقديم المال فائدة ما على البنون أم هو مجرد ترتيب عادي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على مربي الأمة ومربي العالم. فالله عز وجل يعني أرسل رسوله ليربي العالمين على النهج القويم. الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قدم يعني المال على البنين، لأن الدنيا يعني يستطيع الإنسان أن يسيرها دون وجود أبناء، فربما يحرم بعض الناس من الأبناء والبنات. صحيح، يعني سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، أو يزوجهم ذكرانا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إذا القضية أن البنين يعني وهم وجودهم في الحياة مهم، سواء بنين أو إذا قلنا بنين يعني بنين وبنات، يعني البنات البنات تغضب، لا الأولاد، الأولاد عامة سنأتي إليها، الأولاد على كل. فقدم الله عز وجل المال لأن الحياة لا تصلح دون مال، لا تصلح دون مال. سبحان الله. نعم. ولكن بعض الناس الذين لم يتربى احدهم على منهج قويم في الكتاب والسنه، فيصدق فيهم قول علي: رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، الى اخر ما قال. فالمال قدمه الله سبحانه وتعالى، الناس منفضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه سبحان فعنه الناس منفضه. هذه مصيبه، هذه مصيبه. نعم. ويعني ضميمه الى حسن التربيه. كان الشيخ حسن الطويل رحمه الله عليه كان رجلا من عالما في مدرسه دار العلوم حيث تخرجت انت، معروف كان يسمى مدرسه دار العلوم. فكان ايام الخديوي، جاء الخديوي توفيق لزياره مدرسه دار العلوم، الان كليه دار العلوم. نعم. التي يعني تشرف انت بالانتساب اليها بالتاكيد طبعا. نعم. وانا احب كل خريج دار العلوم لان لسانه يثقل بتدريس علماء دار العلوم حقيقة. ما شاء الله، بارك الله فيك. انهم يقولون غض الطرف انك درعمي فلا طبا بلغت ولا حقوقا. لا معلش، هذا تعيير غريب الشكل. هذا من باب يعني انهم يعني يناوشونكم لانهم يعلمون كم لكم من اللغه فتخرجون المكنونات الداخليه. والله لا نعلم مقدارنا الا عندك وعند ذلك من العلماء الافذاذ. الله يبارك فيك. فقالوا ان الشيخ حسن الطويل رحمه الله عليه رحمه خدوه في زياره للمدرسه غدا ان شاء الله، ولا بد من ان تلبس زيا يعني يليق باستقبال الخديوي. وكان الرجل له جبه يلبسها. نعم. قديمه، يقول فيها صفتين، فيها صفتان من صفات الله: القدم والوحدانيه. فجاء في اليوم التالي ومعه سره ونفس الجبه القديمه التي يلبسها من اعوام التي اكل الزمان عليها وشرب. فقال: يا شيخ. قال: عندما ياتي الخديوي سوف البسها. دخل العلماء يصافحون الخديوي في مكتب مدير او عميد المعهد او المدرسه، فوقف الشيخ حسن الطويل ثم وضع السره امام الخديوي. قالوا لي لالبس جبه جديده، هذه الجبه الجديده وداخلها قفطان جديد، وانا حسن الطويل. ان اردت حسن الطويل فها انا ذا امامه، وان اردت الجديد فهذه هي. فما احترم من العلماء الا الشيخ حسن الطويل. يا الله. فقضية المال عندما ينظر إليه من 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 ذي يعني على أنه غاية، على أنه غاية تصير كارثة. والإمام أحمد دائما كان يقول عندما كان يقسم أموال الزكاة كانت أمامه بالآلاف والملايين. نعم. فيأتي رجل من أهل الدنيا يقول: عجبا يا إمام، المال أمامك بهذا الكم ونحن نتعب في الدنيا. يقول: نحن قوم أخرجناه من قلوبنا فجعل الله في أيدينا، وأنتم وضعتموه في قلوبكم فسلبه الله من أيديكم. يا سلام. سبحان الله. انظر الى هذه الفلسفه، انظر الى هذه النظره. هذا هو الفرق بين ان يصير المال غايه وان يكون وسيله. نعمل المال الصالح للعبد الصالح، نعمل المال الحلال للعبد، وهكذا. فالمال والبنون، ما قال الله عز وجل اساس الحياه الدنيا، عماد الحياه الدنيا؟ لا، زينه مجرد زينه. يعني استطيع ان استغنى عن الزينه حتى، يعني هي تبهج. يعني من يحرم نعمه البنين؟ نعم. او الاولاد. نعم.